تبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما أكد ذلك حبيبكم عليه الصلاة والسلام. الحج ليس مجرد عادة وثنية كما يدعي الملحدون، ليس مجرد أن تطوف حول حجارة وتسجد لحجارة وترمي بحجارة، لا، الحج له معاني كثيرة جدا، نفسيا وجسديا وإيمانيا. هناك فوائد طبية للحج أيها الأحبة، فوائد طبية. هناك أناس متسمرون وراء الجوال أو الكمبيوتر. عبادة الحج، عبادة المشي إلى المساجد، تنشط العمود الفقري، تنشط القلب، تنشط الدورة الدموية، تقوي نظام المناعة. لذلك أنا اليوم أحببت أن أتحدث معكم عن بعض الفوائد الطبية لهذه العبادة الرائعة. تأملوا معي أحبتي في الله، علاج العمود الفقري. معظم العلماء يؤكدون أن أفضل طريقة لعلاج أمراض القلب وآلام العمود الفقري وأسفل الظهر هي ممارسة رياضة المشي. وفي عبادة الحج فإن المؤمن يمشي لمسافات طويلة أثناء الطواف حول الكعبة، أثناء السعي بين الصفا والمروة، والسير باتجاه عرفة وغير ذلك. وبالتالي فإن عبادة الحج نافعة طبيا لعلاج الكثير من الأمراض، أيضا منها ضغط الدم والسكري. لذلك قال تعالى عن عبادة الحج: ليشهدوا منافع لهم. ليشهدوا منافع لهم، المنافع هنا ليست منافع تجارية أيها الأحبة، منافع طبية للجسد ومنافع نفسية ومنافع تتعلق بتقويم السلوك. إذن الحج له منافع كثيرة جدا، أكدها القرآن وأكدها العلماء اليوم. طبعا أيها الأحبة، هناك علاج للمشاكل النفسية أيضا. تأملوا معي، بعض الدراسات الإسلامية تؤكد أن رحلة الحج هي أفضل طريقة للتخلص من أعباء الحياة والمشاكل النفسية. المؤمن الذي يقوم بعبادة الحج يرجع نقيا من الناحية النفسية. لذلك قال النبي الكريم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا متفق عليه. إذن عبادة الحج تنقي الإنسان من الذنوب وتخلصه من الهموم والمشاكل اليومية. الآن أنا لدي فائدة هنا، فائدة جديدة، هي التفكير العميق. هناك مرض اسمه الزهايمر أو الخرف يغزو العالم الغربي بشدة. الحج هو عبادة تقوم على التأمل، على المشي، على الامتناع عن الجدال، الامتناع عن الجدال العقيم أيها الأحبة، التأمل العميق. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ انظروا معي هنا، قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فنحن عندما نذهب لأداء الحج فإننا نقف أمام الكعبة المشرفة ونتأمل ونخشع في صلاتنا ودعائنا ونبكي على ذنوبنا، وهذا يؤدي إلى التخلص من الشحنات السلبية المتراكمة. إذن أيها الأحبة، فوائد كثيرة للحج، والله لو جلسنا يعني نسرد هذه لا ننتهي. تأملوا معي هذه الفائدة وهي الخشوع. الخشوع أيها الأحبة، هنا الحج له فائدة عظيمة جدا تتعلق بالخشوع أحبتي في الله. التأمل هو علاج لكثير من الأمراض كما يؤكد الكثير من العلماء. هناك مرض انفصام الشخصية، اضطرابات نفسية، يعالجونها فقط بالتأمل، فقط بالتأمل. وفي ديننا الحنيف فرض الله علينا عبادة الحج المليئة بالتأمل والخشوع، وبخاصة أثناء الوقوف في عرفة. لذلك تعتبر هذه العبادة الرائعة علاجا وشفاء من هذه الاضطرابات ومن هذه
يعني المشاكل النفسية التي نتعرض لها يوميا، الضغوط النفسية. الحج هو عبادة رائعة أحبتي في الله، ولكن اليوم كما أقول يعني دائما الإمكانية يعني محدودة، لأن لدينا ملياري مسلم لا يستطيع كل هؤلاء أن يذهبوا دفعة واحدة. لذلك اجعل نيتك دائما أن تكون يعني تقول يا رب ارزقني زيارة بيتك العتيق، واترك الأمر على الله سبحانه وتعالى، هو سيسخر لك الخير. الحقيقة أيها الأحبة، هنا أنا لدي هنا فقط أحب أن أتحدث عن الطاقة والنظام المناعي، حيث يعني كشفت دراسات عديدة أن رحلة الحج مفيدة جدا من الناحية الطبية، وإن الذي يذهب لرحلة الحج يكتسب مزيدا من الطاقة والنشاط البدني، هذا يزيد من كفاءة النظام المناعي للجسم. لذلك الله تعالى يقول لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. فالمنافع هنا لا تقتصر على الأجر والثواب والمغفرة، بل هناك منافع طبية أيضا. لذلك أحبتي في الله أقول دائما جددوا النية، لتكن النية هي أن تزور بيت الله العتيق. اسأل الله دائما، قل يا رب هيئ لي زيارة بيتك العتيق. والنبي يقول إنما الأعمال بالنيات، لذلك أنت تأخذ الثواب حسب نيتك وحسب إخلاصك. أقول دائما أيها الأحبة، فوائد الحج لا تنتهي، وبالتالي إذا كانت نيتك صادقة وعلم الله منك هذا الصدق وهذا الإخلاص، ثق تماما سيعطيك الأجر مضاعفا حتى لو لم تتمكن من زيارة بيت الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الخير دائما والصدق والصواب، وأن يرزقنا النية الخالصة لله عز وجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.